صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم واحد لسنة 2022 بنقل مدير في وزارة التربية والتعليم جاء فيه تنقل السيدة لولو غسان لمهنة مدير إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر بوزارة التربية والتعليم لتكون مديرا لاداره تراخيص ومتابعه المدارس الخاصه بذات الوزاره